مثلا بالريفيجن نمبر 7 اخر وحده وصلنا لها اي ثينك، بعد في وحده بعدها بس. اوكي انه اذا اف اكس يكون 1 اوفر اكس بصير اف برايم اوف اكس ماينس 1 اوفر اكس سكوير، واذا كان كي اوفر اكس بصير الديريفيتيف ماينس كي اوفر اكس. يعني مثلا 4 اوفر اكس شو الديريفيتيف ل 4 اوفر اكس؟ هيدا الفانكشن اللي اخذناه، شو الديريفيتيف تبعه؟ الاف برايم بصير ماينس 4 اوفر اكس سكوير، يعني تضرب اللي فوق بماينس وتحط اوفر اكس سكوير. اوكي شو الديريفيتيف ل ماينس 5 اوفر اكس سكوير؟ بنحط ماينس ونضرب اللي فوق بماينس، يعني بصير 5 اوفر اكس سكوير. اخر رول اخذناها لاست تايم هي كانت اذا كان الفانكشن شكله ax اوفر b، هيدي رول. اوكي رول كثير مهمه، اذا كان الاف اوف اكس ايكوال ax بلس b اوفر cx بلس d، يعني هيدا كله فانكشن، شو بصير الديريفيتيف؟ يعني اذا كان شكله هيك فراكشن شو بصير الديريفيتيف؟ بصير ad ماينس bc، شايفين كيف؟ ad ماينس bc اوفر اللي تحت سكوير كله سكوير، يعني سي اكس بلس دي كله سكوير. اكزامبل اذا كان الاف اوف اكس هو اكس بلس 1 على 3 اكس بلس 2، وشو بصير الاف برايم؟ بصير 1 تايمز 2 اي تايمز دي 1 تايمز 2 ماينس 1 تايمز 3، هيدا ال 1 تايمز هيدا 3 اوفر اللي تحت كله سكوير، فبصير بعمله سمبليفاي ماينس 1 اوفر 3x plus 2 كلها سكوير. هيدا الديريفيتيف اوف ذيس فانكشن، يعني كثير سهل، بس نحفظ الرول بيمشي الحال، غير ما حفظنا الرول ما بيمشي الحال، اوكي؟ طيب. رول نمبر 9 هيدي ما اخذناها لاست تايم. اذا كان الاف اوف اكس يكوال راديكال اكس، يعني شو الديريفيتيف لراديكال اكس؟ اوكي؟ شو هو الديريفيتيف لراديكال اكس؟ طيب راديكال اكس الديريفيتيف تبعه هو 1 اوفر 2 راديكال اكس. يعني إذا كان الـ f of x equal radical x بصير f prime 1 over 2 radical x، هيدي حفظ. أوكي؟ هيدي حفظ. ماشي؟ كيف أنت الـ derivative لـ 1 over x بتصير minus 1 over x square؟ نفس الشيء هون، derivative لـ radical x هي 1 over 2 radical x. أوكي؟ هيدي rule. rule بدنا نحفظها ونمشي عليها. طبقها يعني. اوكي طيب ليش صارت هيك؟ يعني واحد بيسال، طيب راح اقول يعني في لها بروف، راح اقول البروف فور وان تايم. اوكي بس للفهم يعني مش اكثر. هيدي راديكال اكس، راديكال اكس انا لما بدي اعملها ديريفيتيف، اوكي اول شيء خليني اكتب راديكال اكس از اكس باور هاف، صح اكتب اكس باور هاف مشاك. احنا كلنا بنعرف انه راديكال اكس بشكل سنتيا راديكال اكس هي اكس باور هاف، صح؟ شكي هاني؟ ايه فينا نكتبها هيك صح؟ طيب خلينا نعمل ديريفيتيف لاكس، خلينا نعمل ديريفيتيف لاكس باور هاف على رول اكس باور ان. طيب شو الديريفيتيف لاكس باور ان اذا انا بدي اعمل له ديريفيتيف؟ ان اكس باور ان ماينس 1. طيب خلينا نعمل له ديريفيتيف على نفس الطريقه. اوكي فإذا خلينا نعمل derivative لهذا، يعني x power half prime شو بتصير؟ prime يعني derivative شو بتصير؟ بتصير half n يعني times x power n minus 1 minus 1 over 2 exactly. خلينا نشوف هلا، فبتصير 1 over 2 times x power half minus 1 minus half. طيب نحن بنعرف من الرولز اوف اندسز انه اذا عندي اكس باور ماينس هاف انا في شو اعمل؟ نزلها لتحت مع اكس باور هاف، يعني بصير اكس بوزيتيف، فبصير باور بوزيتيف، فبصير 1 اوفر 2 تايمز اكس باور هاف، يعني بصير 1 اوفر 2 راديكال اكس. يعني هي القصه عمليه احتيال، عرفت علي؟ يعني بحتال عليها للشغله لحتى طلعها. يعني راديكال اكس منا كثير واضحه انه كيف انا بدي اعمل راديكال اكس ديريفيتيف، صعب شوي. فلما بحط اكس باور هاف وبطبق عليها هيدي الرول بيمشي الحال، فبصير 1 اوفر 2 راديكال اكس. اوكي؟ مشي حالها. هيدا البروف تبعها، اللي حابب يزود معلومات ويكتبها بيكون كثير منيح يكتبها هذا. اوكي؟ واللي
ضايع بهيدا يعني اللي مفكر انه هيدا 1 هيدا مش 1 هسه ما حدا ينقلها 1 بعرف انا على السريع في ناس ما بتنتبه لها تكتبها 1 هيدا اللي فوق هو باور هو مش باور هو يعني النوتيشن تبعت الديريفاتيف اف برايم اوكي فنحن عشان نميزهم خليها انا هيك يعني بعيد شوي اوكي برايم فزين هيدا اللي فوق هي برايم راح ارجع اكتبها مره ثانيه هيدي برايم بالاحمر شحطه هيك برايم مش 1 سنفكر انه هيدي باور 1 يعني كتبتوها مش الحال فاذا هيدي الرول هي رول نمبر 9 اوكي هيدي هي رول نمبر 9 طيب هلا بنرايح بس بما انه صار معظم موجودين هون راح ابعث لكم كمان على الجروب نحن متعودين انه بس نخلص لسن تبعتوا لي يعني السمري صح سمري للسن مثل هذيك المره رولز اوف ليمتس هلا نفس الشيء اوكي هذا الاسبوع الجاي بس نخلص كل الرولز تكونوا انتم كاتبينهم على الكابل تبعتوا لي اياهم بس القصه انه ما تبعتوا لي اياهم از بيكتشرز حاولوا بعتون از بي دي اف مش حاولوا بعتون از بي دي اف كيف بتبعتوا الكويز نفس الشيء تعملوا له سكان 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 تبعتوهم مره واحده از بي دي اف فايل ويمكن انا اصير اعمل لكم جوجل يعني مثل الكويز نفس الشيء لينك بتفوتوا عليه بتعملوا ابلود من هون اوكي لانه التليفون حيفقع من الصور وهيك امبارح حيد شيء 1000 صوره تقريبا وكثير يعني عم بصير لانه في كذا صف فمع الكل عم بعمل هيك بدي اف بكون احسن لانه اخفف اوكي بدي اف اخفف شوي ضمن البكتشر انتم عارفين هالشيء طيب فاذا ذا ديريفيتيف اوف راديكال اكس 1 اوفر 2 راديكال اكس مش الحال طيب على operations of limits أول 9 rules مفروض تكونوا كتبتوهم كلهم وفهمتوهم كتير منيح أوكي أنا رح نبلش بشيء الأهم يلي هو اسمه operations of the derivative functions شو يعني؟ خلينا نشوف let u and v and w be three numerical functions of real variables x أو real variable x differentiable يعني عنده derivative on the same interval هلا المهم شو بدنا في هيدا كله طيب اذا انا عندي مثلا function a times u ال a هي constant وال u هو function function of x شو بصير derivative تبعه بصير a u prime طيب عشان ما تضلنا نحكي صيني خلينا ناخذ example ونفهم شو عم نحكي انا كنت تفهم صح طيب اذا f of x equal a times u فاذا ال a هي constant number عادي وال u هو function فشو بصير ال f prime؟ بصير a times u prime يعني انت ما بتعمل derivative لل a بس بتعمل derivative لل u ناخذ example اذا كان ال f of x equal 3 into x square plus 1 طلعوا فيه كثير منيح شو في عندي هير؟ في عندي constant وفي عندنا function صح؟ يعني انت بدك تلاحظ شو في بهيدا ال f of x مش انه تقراه 3 براكت وما بعرف شو لا 3 times او 3 into x square plus 1 3 هو constant اللي هو ال a اللي عم يحكي عنه وال x square plus 1 هو function of x اذا هيدا ال function شكله a times u اوكي؟ طيب يعني هيدا ال function شكله وكانه عم بيقول لي انه هيدا ال function شكله 3 times u ال 3 هي هيدي ال 3 اللي حطيتها هلا وال u يعني u of x مش u constant انتبهوا لما انا اقول u v w او ال u وال v وال w هن مش numbers لما اقول a b c k او دي constants numbers يعني لما اقول u v w او دي functions يعني ليه من الاول هو قال لي u v w هن functions لحتى يعرفني اوكي انه هودي ال U وال V وال W اللي انا بحكي عنهم هن functions يعني ما حدا يقول لي والله هيدا U الدريفتيف تبعه زيرو لانه هو constant هو مش constant هو function of X شو ما كان يكون يمكن يكون X square plus 1 يمكن يكون X square plus 3 X plus 2 اي function تشوفه انت بحياتك اوكي okay. U function U of X يعني فاذا ال U هو هيدا تاني واحد مفهوم لحد هلا طب شو الديريفاتيف لهيدا الفانكشن كيف انا بدي اعمل له ديريفاتيف اوكي يعني هلا الرولز اللي بدنا ناخذهم بصير نعمل يعني نستعمل هيك شوي تكنيكس اوف ديريفاتيف ناخذ رول نطبق عليها اكزامبل اوكي طيب
بس نشو الديريفيتيف ل 3 تايمز يو هي 3 تايمز يو برايم يعني 3 بتضل 3 وبعمل ديريفيتيف ليو برايم وخلصت الحكايه ما بدي اكثر من هيك يعني اوكي فاذا نشو الديريفيتيف ل 3 انتو x سكوير بلس 1 فاذا هو 3 يو الديريفيتيف تبعه هو 3 يو برايم يعني شو بصير؟ بصير هيك هي 3 تايمز x سكوير بلس 1 شو الديريفيتيف تبعه؟ x سكوير بلس 1 شو الديريفيتيف؟ الديريفيتيف هو 2x ليه؟ ليش 2x؟ لانه x سكوير الديريفيتيف تبعه 2x احنا بنعرفها هي اول رول اخذناه ثاني رول وال1 هيدا الديريفيتيف تبعه 0 يعني بصير 2x فاذا هي 3 تايمز 2x شو بصير؟ 6x يعني هيدا الفانكشن الديريفيتيف تبعه 6x ماشي الحال؟ مفهومة واضحة؟ طيب ناخذ اكتيفيتي وخلينا هيك نسألنا شي كم حدا أو خذوا وقتكم أنتم عشان تكتبوا بتكتبوا الرول وبترجعوا بتكتبوا دغري 1 minute يعني مش خذوا وقتكم ساعة اوكي find the derivative of the function below using the formula above يعني مثل ما شايفين درس كثير مرتب في رول في examples عليها يلا solve this example f of x equal 5 times أو 5 into 3x square plus 2x plus 41 Find f prime of x. Yeah, could you find it alone by 1 minute? استاذ. شو يا جوا؟ تفضل. بهيدي الرول بس بدنا نعمل expand. No need to do expand. بدك تعملي expand اعملي expand بس مش بحاجة. يس تعالى. لا خلص ولا شيء اوكي بس استاذ yes. ليه الاي ما انه ما بتتغير الاي ما بتتغير هيدي الرول هيك بتقول لك الاي بتضل اي بس اليو بصير يو برايم اوكي استاذ يس يعني بنعمل ديريفاتيف للبراكت كل شيء بقلبه ايه هيدي الرول هيك بتقول لك الرول بتقول لي اذا كان في عندي constant times حيلا function بخلي ال constant وبعمل derivative لهيدي بس هيدي هي يعني مش اكثر اوكي طيب بما انه انتم مخططين فيها خلينا نعملها مع بعض اوكي اذا 5 بخليها 5 times بعمل derivative للي جوا طيب هلا البعض منكم عارف يحلها البعض منكم بعض مخطط شوي خليني احلها ما بيأثر 3x square plus 2x plus 41 شو هي الرول؟ الرول إذا كان constant times function بخلي الconstant وبعمل derivative للfunction هذه هي الرول بالعربي فالconstant بخلي times بعمل derivative لهذا الfunction شو بصير هذا الfunction؟ بصير هلا 3x square شو الderivative تبعه؟ 6x exactly ليه؟ لأنه بعمل 2 times 3 6 والx بصير 2 minus 1 بصير 1 فإذا 6x plus شو الديريفيتيف ل 2x 2 وال 41 0 خلص 0 والسلام هيدي فهمت يا محمد حسان طيب تمام خذوا هيدا الفانكشن كمان يلا if f of x equal to radical x to radical x then شو بصير الـ f prime هيدي دغري application شو بصير الـ f prime يلا اللي بيعرف بتصير 1 over radical x اول شيء عندك 2 times radical x it's half طيب خلي لي step by step عندك انت 2 times radical x يعني 2 times u شو بصير الفانكشن 2 times u prime شو هو ال u prime derivative لradical x صح check مش derivative لradical x طيب شو derivative لradical x استاذ مش تطلع
1 over 2 radical x. هي هلا يا دوب طازه بعدها بعد ما اخذينا تروقنا عليها هيدي radical x بصير 1 over 2 radical x. اوكي فاذا the derivative of radical x هيدا derivative هو شو بصير 1 over 2 radical x. بعمل لها شوية simplify بالاخير يعني ما بخليها هيك بحاول اعمل لها simplify نضفها 2 مع 2 بتروح فبيبقى 1 over radical x. فإذا the derivative of 2 radical x 1 over radical x. هلا 3 radical x بصير 3 over 2 radical x حسب ال constant اللي مضروب بال radical x. اوكي فإذا أول رول AU أنتم بتكتبوها يعني اللي أنتم بتكتبوهن عندكم على الكوبي بوك هي هيدي براكت AU كلها برايم بصير A times U برايم وهيدا how do you ask rules هلا اوكي فيكم تكتبوا هيدا الاكزامبل وهودي اكيد لازم تكتبوه يعني any question till now خلصتوا writing then go على السلايد اللي بعدها anybody still writing في حدا بعده عم يكتب لحتى روح طيب خلص بما انه ما حدا جاوب يلا نروح على الرول اللي بعدها طيب إذا كان عندي function شكله u plus v كلها برايم يعني عندي bracket اوكي u plus v هاي كتير 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 مهمة يعني function u plus function v وأنا عم بعمل لهم derivative شو بصير الانسر؟ بصير u prime plus v prime يعني إذا كان ال f of x equal u plus v شو بصير ال f prime of x u prime plus v prime ناخذ example عليها اوكي يعني انت اذا اجى عندك فانكشن مثلا 2x cube plus 5x square 2x cube plus 5x square يعني هيدي مثل بديهية بتطلع اوكي انه اذا هلا يا دوب عملنا قبل شوي فرقت معنا يعني باكزامبل طيب اذا عندك انت فانكشن 2x cube plus 5x square يعني شكله فانكشن u plus فانكشن ثاني v شو بصير الاف برايم؟ الاف برايم بصير u برايم بلس v برايم طيب اذا هيدا u يلي هو 2x كيوب شو اليو برايم 3 تايمز 2 6 يعني 6x سكوير اذا هيدا هو 6x سكوير اوكي طيب شو الفي برايم اذا الفي هو 5x سكوير شو بصير الفي برايم 10x هيدا هو 10x وبس يعني هون وكانه عم بيقول لي انه اذا انت عندك polynomial او عندك كذا function added to each others كيف تعمل derivative؟ تعمل derivative لكل واحد لكل واحد فيهم هلا مش بس بلس بلس او ماينس حتى بيمشي الحال اوكي ناخذ هيدا الاكتيفيتي فاذا اذا f of x equal 4x power 5 plus 1 over x then f prime of x equal عمك حسان يلا بدي اياك تجاوبني على هيدا السؤال إذا f of x هو 4x power 5 plus 1 over x محمد محمد أستاذ كيفك منيح؟ وينك هيك؟ أستاذ والله التليفون انكسر فايت ب 100,000 معنا والله؟ طيب ماشي شايف انت الشاشة بما انه تليفونك مكسور يعني وين عم تفتح على التليفون؟ والله فتحت على التليفون تاني فتحت على التليفون اختي طيب اوكي طيب اذا الاف اوف اكس ايكوال 4x باور 5 بلس 1 اوفر اكس شو بصير الاف برايم؟ يلا معانا يا محمد يلا بصير 20x 4 تايمز 5 20x x ولا x باور شيء؟ x باور 4 اوكي 4 ايه يعني انت بدك تقول انه هيدي يو وهيدي في اذا يو بلس في بصير الديريفيتيف يو برايم بلس في برايم اذا 20x باور 4 شو الديريفيتيف ل 1 اوفر اكس؟ وين كانت 1 اوفر اكس رول اخذناها لاست تايم 1 اوفر اكس شو الديريفيتيف تبعها؟ او كن حافظينه زي اسم يا عم جد اسمع بقولك شو صار معي عشان هيك بعد ما نقلته 1 over x derivative تبعه minus 1 over x squared
أخذناها من قبل. فإذن it is minus 1 over x squared. يعني plus minus 1 over x squared. هلا نعمل شوية simplify. بصير 20x 44 minus 1 over x squared. فينا نخليها هيك. وفينا بعدين نصير نعمل بعدين يعني حنصير نتعلم إنه هيدا الديريفاتيف رح نصير نعمل له simplify للآخر. يعني بنبلش فيه نصير نعمل same denominator وما بعرف شو القصص. خلينا هلا نكتفي بهالقدر. 20x 44 okay. So this is the derivative u prime plus v prime. U plus v. Okay. طيب هلا in general إذا كان the derivative of several functions of the sum of the derivatives of this function. يعني يعني إذا كان الفانكشن مش بس u plus v. يعني إذا كان u plus v plus w plus أي functions تانيين. الديريفتيف تبعه بصير u prime plus v prime plus w prime okay plus the functions. يعني مثلا اذا كان الاف هو f of x equal x cube minus 3x minus x squared شو بصير الاف prime؟ ديريفتيف لاول واحد 3x squared minus ديريفتيف لتاني واحد 3 minus شفتوا لانه هون في minus حطيتها minus minus x squared بصير minus 2x. هيدي هي الفكره كلها على بعضها بس مش اكثر. اوكي راح اقول هودي بسرعه. فاذا هيدا الاكتيفيتي اذا f of x equal 7x cube plus 3x squared plus 1 over x then f prime of x equal يلا مين بيقول لي الديريفيتيف فانكشن على السريع على السريع السريع لين شو رايك تقولي 21x squared مين مين سنتيا اللي حكيت يلا يا سنتيا تفضل هلا لي مساله اعطيني واحد طيب 21x squared 21x squared plus 6x 6x plus minus 1 over x squared minus 1 over x squared خلاص تقريبا نحطها يلا لين يلا اللي بعدها yes yes يلا اسرع شوي x cube minus 2x squared minus 5 over x شو الديريفيتيف Yes. 3x times 2. Oh. 3x was ولا 3x squared ولا شو؟ 3x to the power 2. Okay. Minus. Minus 4x. 4x power 1 يعني 4x. Eh. هلا minus 5 over x minus ايه شو الديريفيتيف ل 5 over x؟ 0 طول بالك علينا يا ريش شو 0 شو شوحت القصص كلها شو 5 over x يصير 0 ما هي 5 over x ليه بدها تصير 0 يعني؟ هي constant ليه لتصير 0؟ مش constant مش اخذناها نحن وين كنت اول حصه 5 over x مين حدا تاني بيقول لنا 5 over x؟ مين كان فتح معنا؟ استاذ بتصير 5 over x squared 5 over x squared ولا minus 5 over x squared؟ مع الماينس بتروح مع الماينس اوكي طيب بتصير minus 5 over x squared وهي قصدها انه تقدر نعملها اوكي 3x minus 4x plus 5 over x squared لانه استاذ 5 ما بنعملها squared؟ لا ما هي derivative ما هي k over x شو derivative ل k over x minus k over x squared بطلع على الرول وين هي 1 over x minus 1 over x squared k over x شو بصير minus k over x squared minus k over x squared اوكي okay. k ما بنعمل لها squared لا نعمل squared للي تحت بس اوكي مش الحال يلا نروح على الرول اللي بعدها يعني كل الرولز بعد في عندي كم رول بس مش كم رول طيب يعني شيء 4 5 اذا ما خلصناهم اليوم خلصوا الحصه الجاي يلا يو تايمز في كلها برايم طيب انت قلت لي انه u plus v
كلها برايم بتصير يو برايم بلس في برايم. يعني هيك يو بلس في كلها ياتا ديريفاتيف بتصير يو برايم بلس في برايم او ماينس نفس الحكي برايم. طيب هل هو نفس الشيء اذا كان تايمز؟ يعني هل يو تايمز في كلها برايم بتصير يو برايم تايمز في برايم؟ في ناس بيفكروا هيك وهذا الشيء غلط. اوكي يو برايم تايمز في برايم يو تايمز في كلها ياتا ديريفاتيف ما بتصير يو برايم تايمز في برايم مثل البلس ما بتصير تب. اوكي فاذا شو بصير اليو تايمز في كلها ياتا برايم بتصير هيك شكلها هيك بصير يو برايم تايمز في بلس يو تايمز في برايم. يعني هون بتفوتوا بقى ب رول جديد اللي هي اذا بدنا نقولها نحن بالعربي الدريفيتيف للاول تايمز ثاني واحد بلس دريفيتيف بلس الاول تايمز دريفيتيف لثاني واحد او دريفيتيف لثاني واحد تايمز الاول. فاذا اذا اف اوف اكس ايكوال يو تايمز في شو بصير الاف برايم اوف اكس يو برايم في بلس يو في برايم. هيدي رول تمرق معنا كثير 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 وهيدي كثير مهمه very 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 important لانه على طول بتمرق معنا. اوكي طيب رح ناخذ عليها اكزامبل. ناخذ هذا الاكزامبل اذا كان الاف اوف اكس ايكوال 2x minus 3 اكتبوا كثير منيح تايمز اكس سكوير فانكشن. هذا الفانكشن شكله هيك 2x plus 3 انتو او تايمز اكس سكوير او اكس سكوير تايمز يعني مهم فانكشن تايمز فانكشن. شو هن هودي الفانكشنز الاثنين اللي عندي اياهم هير؟ اي هاف 2x plus 3 رح نسميه يو اوكي واكس سكوير رح نسميه في. طيب شو بصير الاف برايم اوف اكس؟ بما انه الفانكشن شكله يو في شو بصير الاف برايم؟ يو برايم في بلس يو تايمز في برايم يو برايم في بلس يو تايمز في برايم. لحد هلا كل شيء تمام اي ثينك. طيب هلا بصير نعمل يعني الديريفيتيف للاول تايمز ثاني واحد بلس الاول تايمز ديريفيتيف لثاني واحد هيك بنحفظها يعني يو برايم في بلس يو في برايم. هيدا الشكل بدنا نحفظه كثير منيح. طيب يو برايم شو اليو برايم؟ اذا اليو هو 2x بلس 3 شو بصير اليو برايم؟ 2 فاذا 2 بحطها بالاصفر تايمز x سكوير. هيدا اول وحده خلصنا بلس بلس اوكي بلس وات بلس يو تايمز في برايم اوكي بلس يو تايمز في برايم. هلا هون محطوطين بالعكس ما بيأثر يعني في هون يكونوا مثلا في برايم تايمز يو. المهم الديريفيتيف للثاني تايمز الاول. طب شو الديريفيتيف للثاني واحد؟ 2x اوكي واول واحد بعده مثل ما هو 2x بلس 3 خلصت. هلا هاي لحتى لي تفهموها اكثر يعني اذا انتم بدكم هيك طريقه حتى نحفظها اوكي شو فينا نعمل؟ فينا نحط يو يلي هو 2x بلس 3 اوكي يو برايم بصير 2 فينا نحط تحتها في اللي هو x سكوير شو بصير في برايم 2x اوكي وهلا الديريفيتيف شو بصير؟ بصير يو برايم في بلس يو في برايم يعني هذا تايمز هذا بلس هذا تايمز هذا. فيكم انتم تحفظوها بالطريقه اللي انتم بدكم اياها اوكي المهم الرول تتطبق صح اوكي المهم الرول تتطبق صح. طيب بعد في معنا شيء 2 minutes خلينا نعمل هذا الاكزامبل مع بعض اوكي نعمل هذا الاكزامبل مع بعض يلا f of x equal 2x cube times 3x plus 1. طيب يعني وكأنه عم بيقول لي انه في عندي function u times function v اوكي انا بسميهم يعني حتى بالامتحان انت بتحط فوق هذا بتحط u وفوق هذا بتحط v. طيب شو بصير الاف برايم؟ بصير u برايم v plus u v برايم. فيك تحطها بالامتحان هيك عادي وتكمل شغل عادي ما بيأثر. طيب u برايم 6x سكوارد في بضلوا زي ما هو بلس يو يلي هو 2x كيوب تايمز في برايم يعني 3
خلصت. Okay. وبصير نعمل expand simplify. 6x squared times 3x بصير 18x cube. 6x squared times 3, 6x squared plus 2x cube هذه ها. Times 3 plus 6x cube. وبنعملها simplify شو بتصير؟ 24x cube plus 6x squared. يعني انتو هاولي بتعرفوه ما بدون شيء. بس القصة هون. Okay. إذن هيدا آخر رول رح نخدر اليوم. Next time رح نكمل من هون وبالطالع. ماشي الحال؟ طيب. لعنده سؤال يسأل بعد معنا less than one minute.